هقول لكم الاكلات التسليه اللي ممكن تاكلها مثلا بعد الغداء بساعتين او مثلا بعد الفطار بساعتين. لو حاب مثلا تشرب شاي او تشرب قهوه لازم تاخد معاها حاجه حلوه خفيفه، يعني مثلا زي المينيتيبو من ضمن الاكلات الحلوه خفيفه. في عندك اللي هو البسكوت ويفر اللي هو ده، في عندك حاجات كتير اكلات تسليه اللي ممكن تاكلها مع الشاي، يعني مثلا الحاجات دي انا هوريكم عملي. بس قبل كل حاجه يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس، وانا عايز قناتي تكون فيها تفاعل. انا شايف ان في ناس نايمين والتفاعل عندي قليل، انا عايز قناتي تكبر يكون في تفاعل كبير. انا قناتي مثل النوم، قناتي للتفاعل. يلا اوريكم الحاجات الاكلات التقليديه. طبعا كل الاكلات دي التقليديه زي ما انتم شايفين اللي ممكن تحب تاكلها مع الشاي او مع القهوه. طبعا اكلات تسلية كتير، يعني كتير. في عندك الشوكولاتة اللي هي سنيكرز، اكلات تسلية اللي ممكن تسلي بيها نفسك وتشرب شاي كده قهوة وتعيش حياتك، وهكذا هي الاكلات التسلية. بس حبيت اوريكم على السريع الاكلات التسلية، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوة مع تفعيل الجرس، وشكرا لكم.